مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل بهذه الأمسية التراثية الجميلة التي تنطلق هنا على أرضية هذا الميدان، وشوطنا الخامس تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، بعد أن تابعنا أربعة أشواط الرموز التي أيضا بدت بها العاصبة بالفوز وبناموس، كذلك نهني شحانية، كذلك نهني هجن الرئاسة بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة بالأربعة الأشواط الماضية. شوطنا الخامس والخاص هنا بالثنايا لبكار، هنا أيضا من هجن أصحاب السمو الشيوخ، ونسير معكم هنا بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة والمركز الأول الشاهينية من هجن العاصفة، كذلك تليها الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، من قدم لنا تقرير مميز وجميل في الشوط الأول الرئيسي بتفصيل رائع هناك بالرقم واحد وحضور سيدي سمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا له التهنية على هذا الفوز المميز الجميل من العاصفة. المركز الثالث الشاهينية القادمة بهذا الانطلاق من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، هنا ناخذ المركز الرابع والقادمة بهذه الانطلاقة، هنا الكورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري، كذلك ننوه بالفائزين بالكؤوس وبالبنادق في أمسية هذه الليلة بأن التتويج بعد نهاية هذا الشوط مباشرة في المنصة الرئيسية هناك في تواجد أصحاب السمو والشيوخ لتتويج الفائزين. نتابع هنا خامس مراكزنا والقادمة بهذه الانطلاقة، هنا الظافرة من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، الشاهينية هجن العاصفة تأتينا سادسا بمتابعة غياث الهلالي، بينما القادمة هنا والمتسللة العيدة هي من هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري، من يتابعها بهذا الانطلاق المميز. كذلك هنا المغيرة هنا من هجن الشحانية ايضا مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري بالتضمير. من الجانب الاخر ارى التسلل هنا من صيت لسمو الشيخ محمد بن ذيابس بن محمد ال نهيان بمتابعة الصادق فضل الامين، من يقدمها في هذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل القادمة خيال هنا من هجن الرئاسة، وعلى عاشر المراكز مع المضمر هنا ايضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هذه هي النتيجة للمراكز هنا العشرة الاولى في اول ندى لمسيرة المراكز العشرة الاولى هنا مع اول حزام لهذه الغابات التي توالي ايضا ميدان المرموم وتحفة ميادين السباق. نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط، أعطى التنويه للفائزين بأن التتويج بعد نهاية هذا الشوط مباشرة. الصدارة والشاهينية هنا من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، هجن العاصفة مع غياث الهلالي، كذلك الثانية الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، والظا هنا القادمة الظافرة هنا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدمها على المركز الثالث، بينما المركز الرابع المغيرة هنا من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل بالتضمير، وعلى المركز الخامس المنطلقة العيدة هي كذلك من هجن الشحانية، كذلك البرنس يقدمها هنا بالتضمير. سادس سابع مراكزنا صيت من الجانب الآخر، صيت المنطلقة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، من تنطلق بهذه الانطلاقة هنا والتحدي على سادس
مراكزنا المركز السابع هو المتسلل الشاهينية من هجن زعبيل، هنا القادمة المملوكة لسيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بمتابعة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدمها. الانطلاق والتحدي الشاهينية كذلك قادمة، هجن العاصفة مع غياث الهلالي تأتي هنا أيضا متسللة بدورها إلى المراكز المتقدمة. الوصول من خيال من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع منتصف المسافة والشاهينية، هجن العاصفة تأتينا على عاشر المراكز مع غياث الهلالي بداية بالشاهينية نهاية كذلك بالشاهينية مع هجن العاصفة. نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. هنا الشاهينية هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، هجن العاصفة مع غياث الهلالي كذلك الشاهينية، هجن العاصفة مع غياث الهلالي على المركز الثاني. ثالث مراكزنا الظافرة تأتينا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المتقدمة، هناك المغيرة، المغيرة هنا مغيرة هجن الشحانية جار الله بن محمد بن أقيل، هنا كذلك يقدم العيدهية أيضا بنفس الشعار هجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل المري. وعلى المركز السادس الشاهينية القادمة على سادس المراكز، هنا تغير من مركز إلى مركز من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدمها على سادس المراكز. والمركز السابع الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي ثامن مراكزنا. والمنطلقة في هذه اللحظات هنا القادمة صيت لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيد بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين من تأتينا على ثامن المراكز. تاسع المراكز هناك المنطلقة في هذه اللحظات خيال، هنا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والشاهينية، هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذا الانطلاق والتحدي الجميل، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الشاهينية، على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هجن العاصفة من تسيطر على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة مع الالتفاف الأخير لهذا المضمار، هنا مع الشاهينية، هنا مع هجن العاصفة، هنا مع غياث الهلالي المركز الثاني. والقادمة هنا الظافرة هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يقدمها على المركز الثاني. ثالث المراكز كذلك هنا العاصفة وهجنها مع الشاهينية، هنا من تأتينا على المركز الثالث هنا مع غياث الهلالي. رابع مراكزنا والقادمة هذا الانطلاق هنا لمغيرة، مغيرة هجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل المري في التضمير. المركز الخامس الشاهينية القادمة على خامس المراكز مع الثنين كيلومتر والخط المستقيم استريت لين الى الفوز والى الناموس والى المقصورة الرئيسية. هناك الشاهينية هجن زعبيل قادمة بمتابعة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي القادمة كذلك ايضا البحث عن الفوز وعن الناموس. هنا بهذا الانطلاق القادمة بهذه الانطلاقة هناك الوصول هنا ايضا من العيدهية لهجن الشحانية بانطلاقة وتحديات جار الله بن محمد بن عقيل المري في التضمير. وهناك القادمة هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا قمرية قمرية، هنا القادمة هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير. هناك ايضا قدوم في هذه اللحظات القادمة صيت
لسمو شيخ محمد بن ذياب بن محمد آل الهيا مع الصادق فضل الأميني والشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي. عاشرا هذه هي النتيجة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى الشاهينية المنطلقة بالمقدمة وبالمركز الأول والصدارة هنا من هجن الرئاسة المندفعة بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة مع الكيلومتر الأخير هنا المنطلقة الشاهينية هنا أو عفوا على الصدارة وعلى المقدمة الظافرة 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 هنا تظفر حتى هذه اللحظات بهذا الشوط وبهذا الأداء الجميل هنا والانطلاقة الظافرة هنا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدمها على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني تأتينا الشاهينية، ثالثا كذلك الشاهينية، هجن العاصمة مع غيوث الهلالي والقادمة القادمة قمرة هذه اللحظات من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ولكن الصدارة 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 والقادمة هنا بهذا الانطلاق والتحدي. إذا تهانينا تهانينا من هذه اللحظات لهجن الرئاسة على فوز الظافرة بالمركز الأول. تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز الجميل هنا للظافرة ولحظة وصولها إلى خط النهاية ظفرت بالفوز ظفرت بالناموس. هنا تهانينا ها هي تصل إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا على هذا الفوز المميز الجميل هنا ولحظة الوصول. المركز الثاني وصلت الشاهينية من هجن العاصفة. المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة. المركز الرابع أتتنا مشاهدينا الكرام هنا خيال من هجن الرئاسة. خامس مراكزنا وصلت مشاهدينا الكرام الشاهينية من هجن العاصفة. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز العشر الخمسة الأولى. نهى على حضراتكم نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا 12 دقيقة 8 ثواني 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة على فوز الظافرة. تهانينا هنا أيضا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. وصلت الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي 12 دقيقة 14 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. ثالثا كذلك الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي قاطعة المسافة 12 دقيقة هنا أيضا 18 ثانية أو 16 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا للجميع وإلى تتويج الفائزين.